وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده الغني عما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. وهذا كله تفسير لقوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا هو الغني من كل وجه وبكل اعتبار وفي كل وقت، والعبد هو الفقير على الإطلاق، أي على كل وجه وبكل اعتبار وفي كل وقت. نحن مفتقرون إلى الله في إيجادنا، لولا الله لما وجدت. ثم نحن مفتقرون إلى الله في إعدادنا، أعدنا بالآلات السمع والبصر واليد والعقل والرجل. ثم نحن مفتقرون إلى الله في إمدادنا. إذن الافتقار في الإيجاد والإعداد والإمداد، في الإيجاد والإعداد والإمداد نحن مفتقرون إلى الله. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما قلنا بالافتقار على وجه الإطلاق، هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، لو يكلك ربنا جل وعلا إلى نفسك تهلك والله. كيف هذا يا أخوة؟ لماذا نلزم هكذا؟ كل هذه المعامل التي في بدنك، كل هذه الأجهزة تشتغل بأمر من؟ وأنت لا تدري بها، وأنت لست مكلفا بحراستها ولا بتشغيلها ولا بإيقافها ولا بإمدادها، هي تشتغل تلقائيا. كم معمل يا أخوة في رؤوسنا، في أيدينا، أرجلنا، في أجسامنا، أجهزة كثيرة وآلات عديدة، وهي تشتغل تلقائيا بأمر الله جل وعلا. فلو يكل الله جل وعلا أمر هذه، تدبير هذه الآلات إلى نفسك، تحير بها بل وتهلك، وما بإمكانك أن تفعل شيئا. نعم. لذا يا إخوة لا بد أن يقر الإنسان بحقيقتين، وهذا الإقرار هو بداية سعادته. أن يقر بغنى الله جل وعلا عمن سواه، ثم أن يقر بفقره إلى مولاه. متى ما عرف العبد أن الله غني عن العالمين، فعرف الله على حقيقته، ثم عرف قدر نفسه وأنه مفتقر إلى ربه، حينئذ يا أخوة يعرف ويعلم كيف يتعامل مع الله جل وعلا. يا ابن آدم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا ابن آدم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم كلكم. إذن يا أخوة نحن الفقراء إلى الله. فإذا عرف العبد هاتين الحقيقتين يتذلل لله ويخضع له جل وعلا ويستعين به دائما ويرجع إليه ويتوكل عليه، والسعادة في هذا حقيقة، السعادة في هذا، في ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا يخضع له ويتذلل له ويتعبد له، هذا معنى إياك نعبد، ويرجع إليه ويستعين به ويتوكل عليه، وهذا معنى ماذا؟ وإياك نستعين.
إذن سعادة العبد مدارها على هذين الأصلين: أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك، من أنت ومن الله جل وعلا. والشقاء بسبب ماذا يا أخوة؟ بسبب الجهل بهذين الأمرين. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه أنه معافى في جسده وأنه غني عنده أموال وعنده سلطة وعنده كذا وكذا وعنده علم وعنده عقل، يطغى العبد وينسى ربه جل وعلا فيكون هلاكه، ونسأل الله العافية. ولذا يا أخوة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ وهو الساجد. نهاية التذلل لله جل وعلا أنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. وأعلى مقامات الإنسان مقامات الكمال أن تكون عبدا لله. ولذا ناداه أو ذكره سبحانه وتعالى، ذكر نبيه باسم ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لأن هذا الوصف يا أخوة من أعلى مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله. لكن إن رأى نفسه شيئا أمام الله جل وعلا قلنا فحينئذ يأتي شقاؤه وضلاله وتعاسته، ونسأل الله العافية.